أن من فاز برحمة الله لا يمكن أن يضره شيء أبدا، محال. أن عبدا الله من فوق سماواته يشهد ملائكته على أنني رحمت فلان، ويمكن أن يقع أن أحدا يستطيع أن يضره، كيف ينال العبد هذه الرحمة الخاصة؟ ينالها أن يكون سعيه غدوه ورواحه يلتمس رضوان الله، عندما يلوح له عمل يكون إقدامه على ذلك العمل على قدر علمه بما جاء في الآثار أن هذا العمل به رضوان الله تبارك وتعالى، يلتمس العبد رضوان الله. لما؟ إذا تحقق للعبد رضوان الله جل وعلا فلا يمكن أن تكون هناك هبة ولا عطية أعظم من الفوز برضوان الله.